رحب رئيس اقليم كردستان جيرفان بارزاني بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحده والعراق، واعد في تغريده على تويتر انها خطوه مهمه نحو تعزيز الشراكه الاستراتيجيه طويله الامد في القضايا الرئيسيه مثل الاستقرار الاقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي. واضاف بارزاني قائلا: اثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم، كما اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترحيبه بمخرجات ونتائج الحوار الاستراتيجي، مؤكدا أهمية العمل معا لدعم أمن واستقرار العراق وأقليم كردستان.